قد يرى البعض العاصمة الكازاخية أستانا مدينة من عجائب العالم لأنها بنيت في وقت قصير جدا، ويقول الكازاخ إنهم ليسوا وحدهم من بناها بل العالم كله شاركهم بناءها، لذلك ستستضيف أستانا العالم في إكسبو 2017. معرض العالم هو ثالث أكبر حدث دوليا بعد دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم. يقام المعرض الدولي إكسبو في جميع أنحاء العالم منذ عام 1851. عام 2012 تم اختيار أستانا لاستضافة المعرض في نسخة العام 2017، ومنذ اختيارها تتحضر العاصمة لاستقبال مئات الشركات والمؤسسات وملايين الزائرين. لأول مرة في تاريخ المكتب الدولي للمعارض نفوز بشرف الاستضافة وبفارق كبير في الأصوات، حيث نلنا 154 صوتا مقارنة ب 48 صوتا لباقي المتنافسين. على الرغم من أن كازاخستان تمتلك مصادر غنية من الطاقة، إلا أنها تقاسم العالم الهموم الناتجة عن مخاطر نضوب مصادر الطاقة التقليدية وضررها على البيئة. ولهذا السبب دعت أستانا المجتمع الدولي إلى التفكير في قضية طاقة المستقبل خلال معرض إكسبو 2017. طاقة المستقبل ليست عنوانا فقط في كازاخستان، بل هي قضية تعمل البلاد على تطويرها، وقد بنت سياستها لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 10% بحلول عام 2030. وفي سبيل إيصال رسالة كازاخستان حول أهمية طاقة المستقبل، باشرت البلاد التحضير لمعرضها الدولي. كازاخستان لا تدرج تكلفة المعرض ضمن النفقات الخاسرة، فالبلاد هنا تتطلع إلى جذب حجم كبير من الاستثمارات لبناء مرافق المعرض الجديد والبنية التحتية، كما يعتبر المعرض الدولي دافعاً أكبر لتطوير المدينة. في عرضنا المقدم لاستضافة إكسبو 2017 قمنا بتحديد ميزانية بقيمة 1,200,000,000 يورو. هذا الرقم اليوم نقوم بتحديده بدقة أكبر، وهناك قسمان لهذه الميزانية، الأول هو المتعلق بالإنشاءات، أما القسم الثاني فهو متعلق بكل التكاليف الأخرى مثل العمليات والتسويق والدعاية وكلفة إحضار وفود الدول المشاركة. وخصصت أستانا للمعرض مساحة من الأرض تصل إلى 174 هكتاراً، كما سيزيد المعرض من تدفق السائحين إلى البلاد، إذ ستتوجه الأنظار إلى كازاخستان وقضية الطاقة بالتحديد. تحتوي كازاخستان على كميات كبيرة من النفط والغاز والفحم، أي أن مسألة توفر الطاقة ليست أمراً مقلقاً للسلطات والشعب هنا، لكن العاصمة أستانا وجدت لها مكاناً بين المدن العالمية صنعته من خلال رسائل السلام والتصالح، ليس فقط بين الأديان والكيانات السياسية والبشر، بل حتى التصالح مع البيئة. هذه الرسالة سيطلع عليها نحو 5 ملايين زائر، سيصلون البلاد خلال فترة المعرض الممتدة إلى 3 أشهر ما بين يونيو إلى سبتمبر من العام 2017. أما المعرض الدولي فسيتم تزويده بالطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وبهذا ستكون أستانا للزائرين والعالم مثالاً حياً لمدينة المستقبل نظرياً وتطبيقياً.